استنى قبل ما تبدأ. ده انا بدأت خلاص، انت بقى قول لي هتعمل انت ايه 10 سنين وقول لي نسبة و... تمسك السن كده وريني كده المره الاختبار المائي. الاختبار المائي خد امسك انت صوت، هو الفيديو شغال انا عارف طبعا. في يلا الاختبار بقى نشوف هي لا هي فيها لعبكه اللي انت عامل برضه بعضه. اه لا بس تعالى نشوف كده ايه الغلطه اللي اتعملت. عارف ان هم بطوط بس اهوت اهوت شايف انت هنا في بعض الحاجات ماشيه على بعضها. لا ركز في الفيديو، شايف في العود ماشيه مع بعضها، في كام واحده ركبوا على بعض بس كاجمالي احسن من اللي قبلها بالنسبه كمان ل 10 سنين. انت كده فهمت القاعده او المبادئ يعني. يبقى 10 سنين فعلا كان بص اهو ده السن اللي انت عامله تمام. بس احنا بنتكلم بقى من التنظيم او حته ان السن يكون نازل مظبوط دوت، هو ده المهم دلوقتي عندنا نظبطه في ايدينا مع المره الثانيه. بس انت كفكره الرابطه فهمتها كخيه وكرابطه الحمد لله. الله ينور يا مجد.